على غرار خميني محتل الإيراني، انتهج حزب البعث قصدي البعث سياسة مماثلة لولاية الفقيه بعد استبدال القيادة القطرية باسم القيادة المركزية، وسيادته أبو البيش رح يكون الأمين العام ووليًا للفقه البعثي في العالم. اي والله شي حلو. وإجا بالخبر بحسب جريدة الوطن ما يلي: كشفت مصادر واسعة الاطلاع للوطن عن التوصل إلى مجموعة من القرارات التنظيمية خلال اجتماع اللجنة المركزية لحزب البعث. من بين هذه القرارات تغيير واستبدال اسم القيادة القطرية بالقيادة المركزية لحزب البعث، بحيث لم يعد هناك أمين قطري للحزب بل أمين عام. كما سيصبح الاسم التنظيمي للأمين القطري المساعد الأمين العام المساعد، وبالتالي أصبح أعضاء القيادة القطرية أعضاء القيادة المركزية. كما تم استبدال تسمية المؤتمر القطري بعبارة المؤتمر العام. يا ريت مبارك الولي الفقيه الجديد، صار بدها ولي فقيه حاجة، يعني ما ضل شيء ما تفقه من بركات الولي الفقيه الإيراني.